السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. تحليل مباراة سوريا والأردن في بطولة غرب آسيا للناشئين 2019 والمنتخب السوري يحصد المركز الثالث. أمس كانت مباراة منتخب السوري للرجال ومنتخب طاجكستان في بطولة نهرو الهندية. أنا بعد المباراة وبعد ما شاهدت أداء المنتخب اللي كنت غير راضي عنه طبعا بكل تأكيد، أحبطت بدرجة ما وما قدرتش بصراحة أن أنا أنزل فيديو، لكن خلينا ننتقل ونتكلم معاكم النهاردة عن مباراة سوريا والأردن في بطولة غرب آسيا للناشئين. للأسف تعرض المنتخب السوري للناشئين لهزيمة من المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف. مباراة اليوم كانت هامة جدا، كانت هتحدد مين هو وصيف غرب آسيا للناشئين، يعني من هو صاحب المركز الثاني، لأن خلاص المركز الأول حسم للمنتخب السعودي للناشئين. لكن بناء على نتيجة مباراة اليوم 2-1 لصالح منتخب الأردن، خلاص الترتيب كما أمامكم: السعودية في المركز الأول والأردن في المركز الثاني وسوريا في المركز الثالث، يليهم العراق وفلسطين. كده المنتخب السوري حصل على المركز الثالث في بطولة غرب آسيا للناشئين. لازم نأكد على أن المنتخب السعودي للناشئين هو فعلا يستحق بجدارة المركز الأول. المنتخب السعودي للناشئين إعداد مستمر لمدة سنتين، قوة بدنية بشكل واضح جدا جدا، إعداد خططي وتكتيكي وصبر. المنتخب السعودي استطاع أنه يسجل في البطولة 7 أهداف، استطاع أنه يهزم كل الفرق اللي بيقابلها، وبالتالي حصل على أعلى رصيد من النقاط وحصل على المركز الأول في بطولة غرب آسيا اللي انتهت قبل قليل وتوج المنتخب السعودي كأول على البطولة. كمان هذا اللقب بالنسبة للمنتخب السعودي للناشئين يعد أول لقب على مر التاريخ. المنتخب السعودي لم يحصل من قبل على المركز الأول في بطولة غرب آسيا للناشئين، وأيضا هي المرة الأولى بالنسبة للمنتخب الأردني للناشئين للحصول على لقب المركز الثاني في بطولة غرب آسيا للناشئين. أما عن تشكيلة المنتخب السوري اليوم في مباراة سوريا والأردن، فكان في حراسة المرمى محمد حسوني بدلا من مضر الخطيب، في الدفاع علي الرينا وخالد الحجة، في خط الوسط خضر عباس، محمد عثمان، حسن محمود، أمامهم المقداد أحمد ومحمد سراقبي وعبد النافع شريباتي وسليمان الحاج، والهجوم هو لاعب وحيد أنيس ماهر قاسم. البدلاء زكريا رمضان وحسان زياز ومحمد الصويري وطلحة الرحمون، محمد شحرور، محمد الحاج، بشر الشهابي، مضر الخطيب، مارفن هوارة، أحمد حاج عمر، منار الخطيب ومحمد زكريا، والمدرب الكابتن بشار سرور. أما عن تحليل الشوط الأول من المباراة، فأداء المنتخب السوري وأداء المنتخب الأردني أصلا كان يتسم بالعشوائية مع تفوق قليل للمنتخب الأردني من حيث التنظيم. الشوط الأول من المباراة ليس فيه تفاصيل كتيرة سوى هدف المنتخب الأردني واللي سجله عبد القادر العالم في الدقيقة 9 من الشوط الأول، ثم جاء هدف المنتخب السوري في الدقيقة 37 من خلال لاعب من المنتخب الأردني وهو اللاعب جعفر سمارة في الدقيقة 37، أي سجله في مرماه بالخطأ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي لهدف لكل فريق مع تواضع واضح جدا جدا في مستوى الفريقين وعشوائية في إدارة المباراة. أما عن تحليل الشوط الثاني، فبدأ المنتخب الأردني أن يكون أوضح وأن يكون أكثر تنظيما. أطراف اللعب بالنسبة للمنتخب السوري للناشئين كانت غير متحكم فيها بأي شكل من أشكال. اللعيبة كانت بتلعب داخل نص الملعب فقط، غير قادرة على الذهاب ولا ناحية اليمين ولا ناحية الشمال، وغير قادرة على اختراق مرمى خصم المنتخب الأردني. شوط عادي جدا من المنتخب السوري، لم يقدم المنتخب السوري أداء جيد في الشوط الثاني أيضا، والمنتخب الأردني للناشئين سجل الهدف الثاني في الدقيقة 68 من نفس اللاعب وهو اللاعب عبد القادر العالم، وحاول الحارس السوري أن يتصدى للكرة ولكن للأسف لم يستطيع. ليس هناك فرصة خطيرة بالنسبة للمنتخب السوري في الشوط الثاني سوى فرصة منار النجار، حاول أن يسدد في الدقيقة 78 ولكن للأسف فشل ومعرفش أنه يوصل الكرة للمرمى. بصراحة أداء المنتخب الأردني كان هو المنظم أكتر وكان هو متفوق قليلا على المنتخب السوري. بالنسبة لأداء المنتخب السوري كان في مشكلات في الدفاع، عدم تنظيم الأدوار في الدفاع، في تكتلات كتيرة وأعداد كتيرة في الدفاع ولكن غير منظمة، وبالتالي كان أي لعيب من المنتخب الأردني قادر على أنه يخترق الدفاع ويدخل ويسجل العديد والعديد من الفرص ولكن ما كانتش بتنتهي بأهداف. والمنتخب السوري أيضا كان يعاني من عدم وجود لمسة
لمسة أخيرة لديه ولدى مهاجميه، وكان يعاني أيضا من عدم وجود لاعب وظيفته داخل الملعب كصانع للألعاب، لذلك كان عدد الهجمات قليل جدا جدا من المنتخب السوري للناشئين. في الدقيقة 88 حصل شيء للأسف أحزنني كثيرا، وهو مشادات ما بين اللاعبين، لاعبي المنتخب السوري ولاعبي المنتخب الأردني. الحكم اضطر ان هو حسبما قال المعلق، ولو اني انا ما شفتش ده بعناية، ان هو يطرد لاعب من المنتخب السوري ويطرد ايضا لاعب من المنتخب الأردني، ولو اني ما شفتش فقط غير لاعب من المنتخب الأردني هو اللي تم طرده، ولكني رأيت بعديها انذار لكل لاعب من لاعبي المنتخب الأردني والمنتخب السوري للناشئين. بعد كده الحكم اعطى دقائق 5 للوقت بدل الضائع، وحصلت مشادات اكتر ما بين اللاعبين في مشهد كنت اتمنى ان هو ما يتكررش في الملاعب العربية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وهارد لك للمنتخب السوري، وان شاء الله باذن الله القادم افضل. المنتخب السوري للناشئين اعمارهم بتتراوح ما بين 14 وال 15، يعني ان شاء الله قابلين للتشكيل. إن شاء الله بإذن الله أنا يعني مستبشر خير في اللاعبين، مستبشر خير في مضر الخطيب، مستبشر خير في أنيس ماهر قاسم. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.